دلوقتي جه ميعادنا مع ابرز واهم الاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير الجاي هنقدر نتابعها. أخبار كتيرة هتحصل النهاردة. وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فالنهاردة هيتم إطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2024-2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وبيأتي ذلك في ضوء جهود الوزارة للارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحليات لدوره الرئيسي في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. النهاردة أيضاً وفي إطار مشاركة وزارة الثقافة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، بتستعد فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية لإحياء حفل فني مميز على المسرح الروماني بالمنطقة التراثية ضمن برنامج عروض الأسبوع الرابع من المهرجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وبتقدم الفرقة باقة متنوعة من الفقرات الموسيقية والإيقاعية، وبيشهد الحفل مجموعة من السولوهات على آلة الطبلة. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار مؤجلات الدوري المصري. حيلتقي الأهلي مع المقاولون في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 23 من عمر المسابقة في تمام الساعة 9 ليلة. في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع زد في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 29 من عمر المسابقة.